الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الذاكرين وسيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الحق سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره. أي مثل يا سيدي يا رسول الله؟ كمثل الحي والميت. فالذي يذكر الله إنسان فيه حياة، لأن قلبه فيه حياة، لأنه قلب متعلق بالله، لأنه قلب موصول بالله، لأنه قلب مرتبط بالله. ورجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، القلوب المتعلقة بربها. ولذا نؤكد أن حقيقة الذكر لا تكون باللسان فحسب، ولا تكون مجرد كلمات تنطقها الشفاه دون أن تعيش معناها أو أن تتعلق بمعانيها. فمثلا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله، عليه أن يقف عند حدود هذا المعنى: لا معبود بحق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانح إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله. فهنا يأتي تعلقه بالله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس فإن الأمور بالمقادير، اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس فإن بيد الله قضاءها. ويقول الشاعر: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طيني. فما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر بيده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذا قال بعضهم: لا تقل لولا فلان ما قضي الأمر، وقل لولا أن الله سخر لي فلانا، ولولا أن الله قضى الأمر على يد فلان. لأن الله عز وجل إذا أراد قضاء حاجتك قضاها بأسباب وبلا أسباب، على يد هذا الشخص أو على يد غيره. وإذا أراد عدم قضاء حاجتك فلو انتصب أهل الأرض جميعا ما قضوها، لأن الأمر أولا وآخرا لله، والأسباب والمسببات بيد الله، يعملها متى شاء ويعطلها متى شاء. فعليه المعتمد وإليه الملجأ ومنه المطلب ومنه التيسير. وإن صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. وليس معنى نم لا تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب وأحسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو كافيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ فالقلوب الذاكرة المرتبطة بالله المليئة بالإيمان، قلوب عامرة، قلوب متوكلة، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، منهم الذين يحسنون التوكل على الله عز وجل. ويقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم. ويقول سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، لا بغفلة اللسان ولا بغفلة القلب. نعوذ بالله من غفلة اللسان ومن غفلة القلب، ونسأل الله أن نكون من الذاكرين بألسنتهم المستحضرين لعظمة الله بقلوبهم الذين تتوافق قلوبهم مع ألسنتهم في ذكر الله وحسن مراقبته، وأن يكتبنا مع الذاكرين الشاكرين القانتين المتوكلين، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.